بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نريد أن نلقي الضوء في هذه الحلقة على ما تيسر من أحكام الحيض والنفاس. فأعلم أيها المسلم أن الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء، فلو شاركها في غذائها لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء، ولذلك قل أن تحيض الحامل فإذا ولدت قلب الله هذا الدم لبنا يدر من ثديها ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحيض المرضع. فإذا خلت المرأة من الحمل والرضاع بقي هذا الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان من رحمها ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، قد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله في الطباع وللحائض حال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. فمن هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فلو صامت الحائض وصلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله. فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعنى الاعتزال ترك الوطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ إلا الجماع. ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يطلقها وهي حائض. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول بعد الاغتسال ما منعت منه بسبب الحيض. وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود وغيره.
وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. وإذا انقطع دم الحائض فإنها تصوم ولو لم تغتسل، إذا انقطع دمها وقت السحر مثلا فإنها تصوم، تعقد النية بالصيام وتتسحر ولو تأخر اغتسالها بعد ذلك. كما أن الجنب يجوز له أن يصوم ولو لم يغتسل من الجنابة. والنفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج، ويمنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، ويوجب الغسل على النفساء كما يوجبه على الحائض، كما يجب على الحائض عند انقطاع دمها، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كما في الحائض. والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجل تغذية الجنين. وأكثر مدة النفاس عند الجمهور 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. فإذا انقطع دم النفساء قبل 40 فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. فإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعده فلها أحكام النفساء. والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا، وأقلها 81 يوما. وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم تعتبر ما ينزل بعده من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليست لها أحكام النفساء في هذه الحالة. وهناك مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن بعض النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج والعمرة. فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها، وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرا سريعا، وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل يخرج بنا عن وقت البرنامج، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.